مالك يا عيطن؟ في ايه؟ فين؟ ممكن تيجي بسرعة؟ ممكن تقولي تعالي لي على البيت بسرعة؟ بسم الله. خليكي طيب انتي يا رضوى، واحنا نروح نشوف مال ايتن. انا مش قلتلك لا يا ايتن؟ وديتي نفسك في مصيبة. نقول لهم كان جوزها ولا نعمل ايه ولا نكلم اخوها؟ استني سيب التليفون دلوقتي. استني، وديتي نفسك وديتي في مصيبة. هنكلم الاسعاف. طب ونقول لهم ايه لما يجوا؟ كان جاي لاخوها وقع طب على الباب. الناس عارفة ان اخوها رفضه لما جيت اقدم لها. ها مين هيصدق؟ الو، في ايه؟ ابويا شيلوا ازاي؟ انت اتجننتي؟ وحتى لو شلناه هنوديه فين؟ انت اخوك جاي امتى؟ طب جاي في الطريق؟ جاي الليله دي؟ علاء، علاء انا هبعت لك لوكيشن تجيلي عليه بعد المغرب، ولا اقولك تعالي عليه بعد العشاء. ما تسالنيش والنبي تعالى بسرعه، بس 9 بالظبط. بابا حكاية مستشفى ولقيناها في الشارع دي مش هتاكل معاهم، وهيبقى فيها سين وجيم وهنلبس في حيطة من الآخر.